بينما الملف الثاني والأخير لحصادنا لهذا العام تناول فيه الزميل عباس أبو بكر مصطفى حول النتائج التي أحظتها الثقافة. عام 2017 انقضى بالتمام والكمال، ولكن كان له أثرا واضحا في الجوانب التي ترتبط بتطوير الإبداعات البشرية، حيث أن بلادنا تشاد تتمتع بالعديد من المهارات الفنية والإبداعية التي تزخر بها بين الشعوب في القارة الإفريقية. وخير دليل على ذلك تنظيم المهرجان في العاصمة أنجمينا كالمهرجان الموسيقي العالمي المعروف باسم مهرجان مبوم. وفي ذات المنوال نظمت الدورة الثانية لموسيقى جاز. فيما يخص الوزارة، فقد أكد الوزير بأن عام 2017 شهد فيه الساحة الفنية أوضاعا صعبة. عندنا سنتين كي يعني ريال ما شفنا بجي كي ما أنتنا دونك فلان تفهم يعني نادم كما عند جروزة شغل تسي قاسي يعني، لكن في هذا الوقت القاسي ده ذاته قدرنا يعني سوينا حاجات شوية في شهر ستة الفات ده، عملنا فيت دو لا ميوزيك، جبنا فنانين في نورماندي، وكل ما سنة خلاص يعني في شهر ستة ده نكون نفرح جميعا في مع الفنانين وننتم بري يعني أي واحد نشوفه خمسة ولا ستة ناس كده ننتم فلوس عشان يعني واحد نشجعهم يعني يسوي خدمتهم عديل. أنا خطيت كوميسيون يعني عندنا في الوزارة عندنا أوفيس ناسيونال لا بروموسيون دو توريزم، هنا الارتيزانا وهنا الار بيجيب فلوس شيء يعني من التاكس في التوريزم في الأوتيلات وحاجات زي دي، دونك خطينا كوميسيون كده عشان بجروس الشوية كي بندس علينا ده يعني نستعود الفنانين عشان يقدروا الموسيقيين يسو موسيقيتهم والدايرين يسو أفلام. وفي مدينة كومبرا حاضرة إقليم مندولا، حيث نظمت مهرجان شعبي كبير وشارك فيه جمع من الفنانين المحليين. وبالمقابل نظم أيضا مهرجان ثقافي المعروف باسم مهرجان توغنا ماسا بمدينة بنغور حاضرة إقليم مايوك بشرق، حيث شارك فيه قبيلة ماسا تشادية مع نظيرتها قبيلة ماسا الكامرونية. على صعيد الإقليمي فقد شارك فنانو تشاد في الألعاب الفرنكفونية الدولية التي استضافت فعاليتها دولة ساحل العاج. أثناء مشاركة رجال الفن في الألعاب بساحل العاج، حيث قدموا أروع ما عندهم من الألعاب والتي تميزت شكلا ونوعا من الألعاب الأخرى. كما شاركوا أيضا في الألعاب الدولية بدولة روسيا في شهر أكتوبر الماضي في المهرجان الشباب الذي عد المشاركة الثانية على مستوى العالم. للعام 2018 فقد أوضح الوزير بأن الوزارة ستبذل قصارى جهدها لتحسين قطاع الفن. الفنانين ده يعني قدتنا كوميسيون كده ونجوب فوق فنانين من أي ياتو مثلا موسيقيين بهنا كتاب بهنا وحاجات زي دي، وهم سيادة يعني في الكوميسيون يشوفوا الجماعة الدايرين مساعدة ويقولوا ده قدمت كويس نعاونو، ده قدمت ما كويس لا ما نعاونو وحاجات زي دي. المهم ده في ده ديار مش ياتو سنغال كوت ديفوار ماروك فرنسا يعني جماعة الفنانين بس بشوفوا الياتو وبقولوا نو أخونا ده قدمت ده كويس الفو كنساودو، وده يعني أي واحد بقى يعني مسؤول بدل يقعد ساكت ويشيف وإلا قاعد إلا المينستر ما سوى لنا والمينستر ما جاب لنا والمينستر ما أنتنا يعني هم ذاته كانوا جبهم لأمبليكيم في الديسيجن. على عرض الثقافة تم عرض الكتاب الذي يحمل 100 صور فوتوغرافية للمرأة التشادية في مختلف المجالات. في الكتاب الذي ألفه كل من سلمى خليل وعائشة، وهذا يعد إنجازا كبيرا في حياة المرأة التشادية،
ومن هذا المنطلق فقد عبرت سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو بهذه البادرة القيمة، وشجعت من خلالها جميع الفنانين التشاديين للمضي قدما بالفن التشادي الأصيل في مطلع عام 2018. هذا هو آخر ملف لنا فيما يتعلق بحصاد العام 2017، ونلفت عناية مشاهدينا بأن خطاب رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو السنوي سيبث بعد 30 دقيقة من الآن، أي إلى الساعة 8 تماما. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. تقبلوا تحيات فريق الطاقم الفني وكل العاملين بالتلفزيون الوطني التشادي، والسلام عليكم.